نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء قرأ قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان، بل كان كل ليلة لما يستيقظ من النوم ينظر إلى السماء ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات للذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا، يقرأ الآيات كل ليلة. لكن أنت طالب علم ومحب للخير وتدعي أنك تريد القرب والمعرفة، ومدري البارح ما قريتها وقبل البارح ما قريتها، لك أسبوع ما قريتها، لك شهر ما قريتها. والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أبنوها أدعياء. أنت اللي بغيت القرب، أنت اللي بغيت المعرفة، وكأنك مسيب كذا مضيع. وين قرأت الآيات عند القيام من النوم؟ ها؟ قال حتى ما بغى يسمعها، حتى يقرونها في الميكروفون وهو نايم. ولا يقراها ولا يسمعها حتى. كان نبينا في كل ليلة يقوم أحيانا قبل الوضوء، حين باقي توي لما يستيقظ من النوم يبدأ بقراءة الآيات. بعد ما يقول الحمد لله أحيانا بعد ما تنام يقول إن في خلق السماوات واختلاف في الليل لآيات لأولي الألباب. رأيت ليلة نزلت عليه هذه الآيات بات طول الليل ساجد يبكي ساجد يبكي طول الليل. قالت السيدة عائشة كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه خلا هو بحبيبه وقام يناجي ربه. ولقد ورد عليه في ساعة متأخرة من الليل فعمد إلى شن مالك فتوضأ ثم قام يصلي فلم يسال يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قالت وجاء بلال يدينه بالصلاة فرأى عليه أثر البكاء قال رسول الله تبكي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا بلال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وتلا علي إن في خلق السماوات والأرض لآيات أولي الألباب إلى آخر الآيات. بتقرأها الليلة وما بتقرأها وبتعمل مع الرب على تذوق المعاني التي فيها، ما إذا بسطت لنا من حضرته تعالى فاقبلها.